أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض في مصر اليوم الخميس 18/7/2024، ارتفعت أسعار الدواجن النهارده في الأسواق بمتوسط 5 جنيه تقريبا، ليصل إجمالي ارتفاع الدواجن خلال يومين 10 جنيه بعد أن تراجعت بقوة خلال الأيام الماضية. وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة في الأسواق بأكثر من 25 جنيه منذ العيد الكبير وحتى الآن. بالنسبة لأسعار النهاردة اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي، بالنسبة للفراخ البيضاء ارتفعت فوق 70 جنيه للكيلو، وصلت ما بين 71 و72 جنيه للكيلو في المزارع، وبتوصل للمستهلك ما بين 75 و80 جنيه للكيلو. بالنسبة للدواجن الساسو سجلت 105 جنيه، وبتوصل للمواطن بحوالي من 110 و115 جنيه. بالنسبة للدواجن البلدي سجل 120 جنيه للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 65 جنيه للكيلو. بيتراوح سعر البانيه النهاردة ما بين 170 و190 جنيه للكيلو. بالنسبة لسعر الوراك سجلت من 83 ل85 جنيه، وأسعار كبد وأوانس الفراخ في حدود 100 جنيه، وكيلو الهياكل في حدود 45 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض النهاردة، عاودت أسعار البيض التراجع في الأسواق، حيث انخفض طبق البيض بحوالي من 8 ل 10 جنيه. سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 135، وفي الأسواق ما بين 140 و145 جنيه للطبق، وسجل سعر طبق البيض الأحمر 140 جنيه، ليصل للمستهلك بحوالي 145 جنيه. بالنسبة للبيض البلدي سجل 135 جنيه للطبق، ليصل للمستهلك متراوحا ما بين 150 و155 جنيه.